قرية صندرة، وهي قرية كردية، ومن عشائرها بسكان ورشوان. تعرضت لتغيرات ديمغرافية وتهجيرات في فترات احتلال العثماني، وبعدها مشروع الحزام العربي، والآن فيها نسبة كبيرة من عوائل تدعي إنها عرب وتركمان، ولكن هم من أصول كردية نتيجة الظلم والممارسات والضغط الذي مورس عليهم. ويوجد الآن عوائل عربية أساسها عرب قادمين من مناطق أخرى. أثناء مشروع حزام العربي، وعائلة تركمانية قدموا مع الأرمن أثناء المجزرة، مجزرة الأرمن على يد الأتراك. القرية غنية بتربتها ومكانها الاستراتيجي وغزارة مياهها الجوفية وقربها على سطح الأرض ومرور نهر من جهة الشرقية للقرية. عدد سكانها حوالي 2500 نسمة، ومساحة القرية 1500 هكتار، تتبع لمحافظة حلب ومنطقة عزاز وناحية اخترين. تبعد عن حلب شمالا 40 كيلو متر، وعن اعزاز شرقا 25 كيلو متر، وعن اخترين شمالا 8 كيلو متر. تحدها من جهة الغرب قرية شويرين، ومن جهة الشرق قرية عين الأسود، ومن جهة الشمال قرية تل شعير، ومن جهة الجنوب قرية قدريش وقرية بحوثة. تشتهر القرية بزراعة القمح المروي والبعلي والشعير والعدس والحمص والفول وبطاطا والبصل وخضروات الصيفية بكافة أنواعها، ومساحات من كروم الفستق الحلبي والتين والعنب وأشجار الزيتون. وأيضا أهالي القرية يقومون بتربية المواشي مثل الغنم والماعز والبقر. في فترات الأخيرة تعرض في فترات الأخيرة من الأزمة السورية إلى تخريب ودمار جراء تمركز المرتزقة فيها في كل فترات، وخاصة أثناء سيطرة الفصائل على المنطقة. انضم أغلب شبابها لهم، وبعد سيطرة داعش انضموا معها أيضا، وجرى اشتباكات فيها حتى انسحاب داعش وسيطرة المرتزقة المدعومة من الدولة التركية. تمركزوا في القرية بكثرة وانضموا نفس الشباب مجددا، مما أدى إلى تهجير نسبة من الأهالي للخروج من القرية إلى أوروبا ومناطق الجزيرة. تم استيلاء على أملاكهم وبيوتهم وبناء مستوطنات عليها بدعم من الدولة التركية وقطر، تضم 2500 عائلة من كافة مناطق سوريا، وبني فيها مدارس تدرس باللغة التركية ومساجد تقرأ فيها تمجيد للسلاطين الأتراك، وسوق تتعامل فيها سلعة تركية وتعامل بالليرة التركية. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، والشكر للمحامي علي عبد الله كولو.